أدنى ساعة اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والسيدة الأولى بالبلاد حمدة ديبي إتنو عادا إلى البلاد قادمان من المملكة العربية السعودية، هذا ولدى عودتهما في عرض مطار حسن جاموس الدولي. كان في استقبالهما وزير الدولة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين ديروا كاسيري كوماكوي وكالزيب بيني ديبي وزير الدولة الوزير العميد العام برئاسة الجمهورية وبعض من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالعمالة العامة والمكتب المدني وعمدة بلدية جمينة. ونشير بأن رئيس الجمهورية قد شارك في أعمال الدورة الرابعة لقمة الرؤساء قادة منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها مدينة مكة المكرمة قبل أن يؤدي مناسك الأمرة.